Laisse-moi, laisse-moi. انا دابا في ام غرار، انا دابا في ام غران. نحن الان في بوكلان، كنسميو هاد لا ماشين هادي بوكلان. يعني هاد لا ماشين هادي كل واحد عنده الباترون ديالها. هادي مكريه لهاد الشركه ديال الطريق، يعني ماشي مول الطريق عنده هادي، وانما مول الطريق كيكري هاد عند الباترون ديالها. هادي كتسوى تقريبا 200 مليون جديده، كانت تقريبا كل ساعة 500 درهم على حسب الجديد أو على حسب الأقدمية، كل حاجة والثمن ديالها. هذه كانت عندها ثلاثة الكسيرات، كاين ثلاثة ديال الرجل، كاين جوج فيتاسات هنايا، كاين هذه ما عرفتش ديالاش، عندها حذر من الطريق، استعملوا حزام السلامة. هادي حنا دابا في ام غرار، هادا خدامين هنا، عندهم يومين ولا 3 ايام عندهم هنا ديال الخدمه. هو المهم راه الناس خدامين، الناس يقوموا بالواجب ديالهم، الحمد لله. الناس ما كيحكروش معاهم على حساب الملكيه، الناس تيخليهم يخدموا باش الشانطي تمشي في مكان الطريق ديالها او في المكان الصحيح ديالها. حنا الان في 4 شهر، جوج شهر 4 2010، يعني الطريق ما بقى لها والو باش تكمل لهنايا، باش بقى لهم واحد 3 ايام. راه الناس كيوجدوا مع الصباح، راه خدامين في التوفنا كيحطوها. المهم بقى لهم والو باش يحطوها تقاد الطريق. المهم راه خدام هنا جوج بوبينات، وحده هنا وحده لهي، وكاين واحد الكاميو اللي كاين هنايا تقريبا حتى هو بكري تقريبا مشي مع 35 فرانك الساعه، ياك 35 25 25 فرانك للساعة. راه عنده تا كل واحد عنده الشيفور، والشيفور تقريبا عنده ما عرفت سمعت 220 درهم للساعة، ما عرفتش واش هادي فوق الخلاص ديالو ولا الخلاص ديالو. المهم الماتيريال ديالها غالي، اللاكس ديالو اللي لتحت كيتو ما عرفت شي 2 المليون، اللاكس راه سميتو ديال اينوكس، مارك اينوكس، يلاه كتسوى وحدة يعني ماشي غالية هكداك، وإنما البياس ديالها لأنه كتبغي الطريق كتبغي تهرس الجبل، هادي خاصة بالجبل وخاصة بهز التراب. المهم خلينا نخدمو باش نسربو هاد الشانطي، والسلام عليكم. رجعنا نمشيو مع الثلاث نشوفو كيفاش. ايوا حنا نحطو العيالات ونمشيو على طوروت هنايا. ايه لوطوروت وصل اصبح. هاد الطريق اللي غادي تابنيت، هي هادي الطريق لوطوروت. حنا الان في اوغنان تيزي مولت، يعني في هذا المكان هذا فراتو التراكس، يعني التراكس حيدت هذا
الجنب ديال الجبل، يعني كل بلاصه الجبل كيضربوه باش يدوز التوفنا ديريكتومون. هنا تحولوا لجهه الان، كملوا هنايا مشاو ديريكت تورسيت نوكوزو اللي في امغيرا، هانيك تماك فين داو الشاطر فين خليناهم قبيله، صورنا في شاطر الهي راه قرابين يفينيو. هاد المكان هذا اللي لهي قرابين كي هنا راه صافي، بقى اليوم غير جيت فين غيدوز الماء في الجناب، يعني راه دازت التوفنا، التوفنا راه قريبه تدوز، خاصها الفينيسيون دابا اللي بقى تما، يعني كل بلاصه اللي ساهله كيفينيوها، اللي باقي خاص الجبل خاصو يضربوه راه كيضربوه، واللي باقي راه تيكملو من بعد. راه فين كنا قبيله، هادي هي البلاصه فين كنا، وها فين داس توفنا هنايا الطريق، ها دزم البلاصه فين نحفرو، ها هي حنا في يقنا هناك، يقنا نتيزي مولت، ها فين هاني الناس خدامين، ها الطريق فين دايزه، طريق جديده، طريق جديده، ها الطريق قديمه فين دايزه، ها هي وطريق جديدة اللي الحان واقفين عليها، ها هي فين دايز، يعني غيتلاقى هي مع هذاك الفوق، ها الخدمة، هذا المكان الثالث هذا، يعني كانت عندهم الخدمة هنا بزاف، هذا الجبل هذا، يعني هنا غيكون شوية البارود هنا، ولكن المشكل عندهم هو المشكل ديال الضو، يعني البارود مع الضو يطير شي حاجة ويتقطع الخيط. ها الواد الطريق القديمة فين هي، ها هي تحت، الناس خدامين، الناس دايرين خدمتهم الحمد لله، الحمد لله ما كاينش مشاكل مع الناس، مع موالي الأرض، مع موالي الملك، الحمد لله.